في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية المستدامة، الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للتعامل بفعالية مع معوقات التنمية المستدامة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب. واشنطن تبدي انفتاحا جديدا صوب مفاوضات سياسية بشأن الأزمة السورية خلال لقاء مرتقب اليوم بين كاري وظريف. الجيش اليمني يواصل معركته لطرد الحوثيين من مأرب، وتقرير للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات يفيد بمقتل 3,074 مدنيا في عام جراء الحرب. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى التعامل بفعالية مع معوقات التنمية المستدامة وفي مقدمتها الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015. من جديد تتجه أنظار العالم إلى نيويورك، حيث انعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 70، لتكون هذه هي المشاركة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه كرئيس للجمهورية، مشاركة استعلاها سيادته بحضوره الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة الثانية، حيث ألقى الرئيس السيسي بيانا استعرض خلاله استراتيجية مصر التنموية والتي تم إطلاقها في مارس من العام الجاري. ومن أجل ذلك أطلقنا في مارس من العام الحالي استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري. الرئيس السيسي خلال كلمته أيضا أكد ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بفاعلية مع كل من يحاول تقويض عملية التنمية وفي مقدماتها الإرهاب. فعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بفاعلية مع التحديات الأخرى التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهمها الإرهاب، والذي بات ظاهرة عالمية لا تعاني منها منطقتنا العربية فحسب، بل الكثير من بلدان العالم. في مسيرته من أجل البناء والتعمير يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف. وصل الرئيس السيسي نشاطه بعقد سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من قادة وزعماء العالم، حيث التقى سيادته كل من رئيس وزراء الهند ورئيس وزراء أيرلندا ورئيسة جمهورية كرواتيا، فضلا عن رئيس تركمانستان، حيث تم بحث سبل دفع العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي، فضلا عن تداول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام نشاطه ترأس الرئيس السيسي اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ والتي تترأس مصر دورتها الحالية، حيث أكد سيادته ضرورة تقاسم المسؤولية بين الدول المتقدمة والنامية من أجل مساعداتها على التحول إلى اقتصاديات نظيفة. كما شهد الاجتماع إطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة لمكافحة آثار تغير المناخ وارتباطها بقطاع الطاقة في القارة الإفريقية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تولى أمس رئاسة اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ ورئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف الإفريقية إزاء قضايا تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة تغير المناخ المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر المقبل.
كان قادة العالم المجتمعون بمقر الأمم المتحدة قد تبنوا خطة طموحة للتنمية المستدامة للسنوات 15 المقبلة تبلغ كلفتها عدة مليارات من الدولارات سنويا. وحدد القادة بحلول 2030 تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة، من بينها القضاء على الفقر المدقع وتوفير التعليم والرعاية الصحية للجميع وتحسين وضع النساء ومكافحة التغير المناخي. وستجري مراقبة ومراجعة الأهداف باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية سيتم الاتفاق عليها بحلول العام 2016. قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 في نيويورك، والتي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس السيسي وأكثر من 150 من قادة العالم، تسعى إلى اعتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة في العالم. فقد حققت الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 إلى عام 2015 حققت العديد من النجاحات، وأفرزت أنجح حركة مناهضة للفقر في التاريخ، لتنجح خلال عقدين فقط في خفض عدد من يعيشون في فقر مدقع من 1.9 مليون شخص عام 1990 إلى 836 مليون شخص في عام 2015. خلال تلك الألفية شهد العالم تحسنا هائلا في المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي، حيث تحقق التعادل بين الجنسين في المدارس الابتدائية في غالبية البلدان، كما انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى النصف تقريبا. لكن لا يزال هناك 57 مليون طفل محرومين من الحق في الحصول على التعليم الابتدائي. بالنسبة لوفيات الأطفال عالميا، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 90 إلى 43 حالة وفاة لكل 1000 ولادة خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2015، إلا أن وفيات الأطفال ما زالت تتركز في أشد المناطق فقرا وفي الشهر الأول من العمر. ورغم تلك النجاحات لا تزال هناك فجوات اقتصادية، فالأطفال الذين ينتمون إلى الأسر المعيشية الأكثر فقرا تزيد الاحتمالات أن يتوقف نموهم إلى الضعف مقارنة بمن ينتمون إلى الأسر المعيشية الأغنى، كما يزيد الاحتمال 4 مرات في أن يكونوا غير ملتحقين أساسا بالمدارس. المرأة كان لها حظ كبير في الألفية الثالثة، حيث زاد تمثيل النساء في البرلمانات خلال السنوات 20 الماضية بنحو 90% من البلدان التي توجد لديها بيانات، وعددها 174 بلدا. ورغم كل ذلك لا يزال عدم المساواة بين الجنسين مستمرا، فالنساء تواجه تمييزا في الحصول على عمل أو المشاركة في عملية صنع القرار على الصعيدين الخاص والعام. وبشأن مكافحة الأمراض، انخفضت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 40% تقريبا خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2013، كما توجد أكثر من 6,200,000 حالة وفاة من جراء الإصابة بالملاريا تم تجنبها خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2015. تهدف القمة إلى الخروج بخطة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، ومن المقرر أن يتم وضع مقاييس لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه في أهداف التنمية المستدامة 17 التي تتضمنها أهداف خطة التنمية المستدامة الجديدة باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية. أيضا في إطار مشروع الوثيقة الختامية للقمة، يعتزم رؤساء الدول والحكومات أن يعربوا عن عزمهم العمل للقضاء على الفقر والجوع في كل مكان، ومكافحة أشكال عدم المساواة داخل البلدان، وأيضا حماية حقوق الإنسان والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وضمان الحماية الدائمة للأرض ومواردها الطبيعية.
وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يوسف العزباوي رئيس برنامج النظم يسري العزباوي رئيس برنامج النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور يسري، ما أهمية زيارة رئيس السيسي لنيويورك برأيك، وأهمية ما جاء في كلمته أمس من وجهة نظرك؟ أعتقد أن يعني ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في غاية الأهمية لعدة اعتبارات. الاعتبار الاول هو مجموعة اللقاءات التي سوف يعقدها الرئيس على هامش القمة مع الملوك والرؤساء سواء كان العرب او الاجانب او غيرهم. الامر الثاني ان الرئيس تحدث في كلمته بالامس مبينا عدد من النقاط المهمة. النقطة الاولى هو مكانة المرأة المصرية وايضا موضعها في خطط التنمية المستقبلية. الامر الثاني هو معدلات التنمية. تحدث الرئيس عن معدلات تنمية حقيقية ربما يستطيع إنجازها في مصر خلال المرحلة القادمة. تحدث الرئيس أيضا عن المشروعات القومية خاصة مشروع قناة السويس كأحد المشروعات الهامة لإحداث نقلة نوعية في معدلات التنمية داخل الدولة المصرية، وغيرها من الأمور التي يعني أعتقد أنها في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة سوف يقوم الرئيس على تأديتها خلال المرحلة القادمة، ليس فقط من خلال المشروعات القومية ولكن من خلال رؤية استراتيجية تحاول الدولة المصرية تطبيقها خلال الفترة القادمة، سواء كانت تلك المتعلقة بالتعليم، المتعلقة بمعدل تنمية حقيقي يشعر به الفرد، معدل أيضا الاهتمام بالمرأة خاصة وأن تمثيل المرأة في البرلمانات أحد الإشكاليات الرئيسة التي تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 23 يوليو حتى هذه اللحظات. كل هذه الأمور هي نقاط مهمة تحدث فيها الرئيس وضح الرئيس خلال كلماته بالأمس. نعم، أشكرك دكتور يسري العزباوي رئيس برنامج النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تبدأ مصر للطيران اليوم مرحلة نقل الحجاج العائدين لمصر بتسيير 12 رحلة من الأراضي المقدسة إلى القاهرة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي أن الشركة ستسير 10 رحلات من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل 3000 من حجاج الحج السريع. من جانبه أعلن رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز استمرار العمل بجميع المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتسيير إجراءات وصول الحجاج المصريين العائدين من السعودية. في اليوم الثاني من أيام التشريق يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى. وبدورها عززت السلطات السعودية من التواجد الأمني بكافة شوارع مشعر منى لتنظيم عملية تدفق الحجاج إلى جسر الجمرات من أجل ضمان عدم وقوع تدافع بين صفوف الحجاج. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه سيتم إعلان أي تفاصيل جديدة خاصة بحادث التدافع نحو جسر منى أولا بأول، ومحاولة التعرف على أي حالات وفاة جديدة بالتنسيق مع السلطات السعودية. وأضاف جمعة أن جميع أفراد بعثة الحج المصرية يتابعون بصفة مستمرة ودائمة تطورات الحادث والاطمئنان على المصابين المصريين بالمستشفيات. يذكر أن حصيلة الحادث بلغت حتى الآن 14 متوفى و26 مصابا بعد خروج حالات لشفائها. كان العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز قد أكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على لم الشمل العربي والإسلامي. جاء ذلك خلال لقاء الملك سلمان مع ممثلي بعثات الحج من الدول العربية والإسلامية. تحقيقات موسعة تجري على قدم وساق بالمملكة العربية السعودية لمعرفة ملابسات أسوأ كارثة تقع أثناء موسم الحج منذ ربع قرن في حادث تدافع حشود من الحجاج عند منى في طريقهم لرمي الجمرات، ما أسفر عن وفاة 717 حاجا وإصابة ما يقرب من 900 آخرين.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بمراجعة خطط تنظيم الحج بعد هذه الكارثة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بأمان وانسيابية، مؤكدا خلال لقائه مع رؤساء بعثات الحج الرسمية في المملكة أنه ينتظر تسلم نتائج التحقيق لمعرفة أسباب الحادث بكل شفافية. نؤكد حرصنا الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي وعدم السماح لأيان خفية أن تعبث في بذلك، ونحن نتعاون مع أخواننا وأشقائنا في دعم الجهود العربية والإسلامية لما فيه خير الخير والاستقرار. وزارة الداخلية السعودية كانت قد أكدت أن الحادث وقع عند تقاطع الشارعين 204 و 223 نتيجة تعارض الحركة بين الحجاج، فيما ساعدت ضخامة الأعداد والتدافع ودرجات الحرارة المرتفعة في زيادة الوفيات. من جانبها أرجعت وزارة الصحة السعودية الحادث إلى عدم التزام بعض الحجيج باتباع خطط التفويج الصادرة من قبل الجهات المعنية بتنظيم مناسك الحج، مشيرة إلى أن المصابين تقدم لهم أوجه الرعاية الكاملة في مستشفيات مكة، وإذا اقتضت الضرورة سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في المملكة. وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت خلال السنوات الأخيرة بأعمال توسعة وتحديث للبنية الأساسية في الحرم المكي الشريف لتسهيل أداء مناسك الحج، كما تشكل قوات الأمن السعودية سلاسل بشرية على طول الطرق لتنظيم سير الحجاج، فيما يقوم متطوعون بتقديم وجبات الطعام وزجاجات الماء البارد لضيوف الرحمن. أعلنت كبيرة المفاوضين الأمريكيين حول ملف إيران النووي واندي شيرمان أن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لفتح نقاش مع طهران حول الأزمة السورية، وأوضحت أن النقاشات تكون على جدول أعمال وزير الخارجية جون كيري خلال اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في غضون ذلك أبدت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى قلقها من تسليم قوات سورية دربت واشنطن وزودتها بالأسلحة لتلك الأسلحة لتنظيم جبهة النصر المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة، أو ذلك مقابل المرور الآمن عبر منطقة تابعة للنصرة. ولمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في دمشق لقاء شحادة، يعني لقاء تطلعنا على آخر التطورات الميدانية على الأرض. نعم منى، التطورات الميدانية عموما على الأرض في فترة هذا العيد لا تعدو كون بعض المدن تتعرض لبعض قذائف الهون وبعض صواريخ الكاتيوشا. عموما في أجواء العيد الساحة الميدانية السورية في مجمل الجغرافيا السورية يعني هي أقل أو أكثر هدوءا بمعنى من المعاني، وهناك المزيد من الاهتمام بالتصريحات السياسية والتطورات الميدانية الأخرى خاصة على صعيد التسلح السوري الذي تقوم به سوريا بالتعاون مع روسيا ووصول دفعات كبيرة من السلاح المتطور والنوعي من روسيا إلى سوريا. الآن الجميع حاليا يتحدث عن بدء تنفيذ معاهدة أو اتفاق الفوعة الزبداني كفرية، هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي. المراقبون هنا في دمشق يقولون أن الأيام المقبلة سوف تأتي بالكثير عندما يستكمل الجيش الروسي على الأرض السورية بناء قواته مداهمة وللهجوم الجوي أولا على مواقع المسلحين سواء داعش في منطقة الشرق السوري أو جبهة النصرة في منطقة الشمال. عموما لا تطورات ميدانية بمعنى الهجوم وبمعنى الكر والفر العسكري القوي كما كان في الأيام السابقة، لا تطورات تذكر من هذه الناحية. الكل يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة عبر التخطيط السوري الروسي المشترك الذي سوف يقوم به الجيشان بالتعاون لضغط المجموعات المسلحة في كامل الجغرافيا السورية. إلا أن هناك يعني بوادر واضحة أضحت أن إيران سوف تدخل على هذا الخط، وكذلك حزب الله الذي قيل أنه سوف ينسحب بعد دخول القوات الروسية إلى الأرض السورية. إلا أن حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله يوم أمس في مقابلة أجراها مع قناة المنار قال أننا لن نغادر الأرض السورية وأننا سنكون حيث يجب أن نكون. هذه هي مجمل التطورات الميدانية على الساحة السورية. إليك منى. نعم، لقاء شحادة مراسل النيل من سوريا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشن المزيد من الضربات الجوية ضد داعش في الوقت الذي حثت الولايات المتحدة فيه القوات العراقية بتكثيف جهودها لاستعادة الرمادي من التنظيم بأسرع وقت ممكن. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية عن مقتل أكثر من 40 مسلحا من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظتي الأنبار وكركوك. علوم مضنية يبذلها العراق على الجبهتين الميدانية والدبلوماسية للتخلص من كابوس تنظيم داعش الإرهابي الذي يعيث فسادا في أراضي العراق ويوجه ضربات وحشية للعراقيين. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تحدث خلال اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن المزيد من الغارات على أهداف ومواقع تمركز مسلح داعش بالعراق، مؤكدا أن وتيرة حملة الغارات الجوية باتت متقلبة وأنه يأمل في أن تتسارع وتيرة الغارات مستقبلا. ورغم أن الوزير العراقي أكد حاجة جيش بلاده لمعدات وتدريب ودعم استخباراتي، إلا أنه نفى ما تردد عن احتمال تدخل قوات أجنبية برية في العراق أو الحاجة لتدخل بري للتعامل مع أزمة داعش. وعلى الصعيد الميداني، شن طيران التحالف الدولي سلسلة غارات على محافظتي الأنبار وكركوك بالتزامن مع هجمات للقوات العراقية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي. خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت أن طيران التحالف الدولي نفذ 31 طلعة جوية تمكنت خلالها من قتل العديد من الإرهابيين، واستهدفت 40 موقعا قتاليا لداعش بينها مواقع لإطلاق قذائف الصاروخية والهاون بالإضافة لأسلحة متنوعة ومخازن تابعة للتنظيم. كما تمكنت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد من قتل عشرات الإرهابيين من داعش وتدمير مقار وسيارات مفخخة ومسلحة خلال عملية في ناحية الكرمة شمالي شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار. أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقريرا بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن، تفيد مقتل 3000 مدني على يد الحوثيين خلال عام. كانت طائرة التحالف العربي قد قصفت اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء. تزامنا، قصفت طائرات للتحالف العربي مواقع للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في مأرب التي تشهد عملية عسكرية واسعة تعد مدخلا استراتيجيا للعاصمة صنعاء. جدد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر التزام بلاده بدعم أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ روسيا لبنود اتفاق مينسك. في غضون ذلك، تعتزم أوكرانيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها الشرقية مع روسيا، مستخدمة أجهزة رادار حديثة وتقنيات عسكرية أمريكية لخفض عدد قواتها المتواجدة على الحدود. هذا وقد قام فريق من المسؤولين الأوكرانيين بزيارة أحد القواعد الأمريكية بكاليفورنيا للوقوف على أحدث الابتكارات في هذا المجال وتوقيع العقود مع الجانب الأمريكي. وفي ختام نشرتنا إليكم تذكيرا بأهم عناوينها. في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية المستدامة، الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للتعامل بفاعلية مع معوقات التنمية المستدامة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب. واشنطن تبدي انفتاحا جديدا صوب المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية خلال لقاء مرتقب اليوم بين كيري وظريف. الجيش اليمني يواصل معركته لطرد الحوثيين من مأرب، وتقرير للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات يفيد بمقتل 3074 مدنيا في عام جراء الحرب. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.